انتو ما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. رجعنا معاكم في كلام القلب، كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا مواصلين حتى لل11 متاع الليل. تنجموا تلتحقوا بينا على شين يوتيوب EFM TV وعلى باش فيسبوك راديو EFM. واحدة واحدة متابعينا في الكياسات، مستمعينا كل التحية زادة للناس تبعنا في خدمهم ولا من خارج تونس من مختلف الدول اللي تبعنا، من كندا اللي من أمريكا أو في بعض الدول العربية. نسلم عليكم ناس الكل وين ما كنتوا، في فرنسا زادة برشا ناس يتابعوا فينا. حبيب بن صالح يقول راديو EFM في النجاح المستمر. نجم شنو نجم الميكروفون طارق الحناشي علي هذا. شكرا يا سي حبيب، ربي يبارك لك، ان شاء الله نلقاكم معنا ديما في الاستماع في اللي تلحقوا بينا توا في كلام القلب. نذكركم موضوعنا اليوم، تفارقتوا انت وشخص مش عارف عليه، هنا صديق صاحب ابن او حبيب كيما امين في الساعه الاولى، تلقاوها بعد فيديو بتاع امين في الباج بتاعي على الفيسبوك. اذا تفرقت مع شخص وما نسيتوش لتوا، كلمنا على رقم 31 308 1000. هو ما عندناش حاجه باش نخرجوا بها، فمش حتى جينجول صغير نعمل في وسطه شربه ماء يا سيد المخرجه، هكايا نتاع 15 سكوند هكايا نعمل فيه شريبه ماء، خاطر شدوها تو الغير ربع لا فاصل لا حتى شيء. هاي يلا يلا اعطينا. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM احلى راديو. شكرا ليك سيدة مخرج بليفه، ماشي واحد 30 ثانيه باش نعمل كعبه كيك. كل التحيه لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. معانا لطيفه، اهلا وسهلا. عسلامه، شكرا لك. الحمد لله ونعمه بالله، من الله منيح يقول السوري. الحمد لله. لطيفه هكا لكن نتاعك نحس إيه؟ نحسك من بنزرت. اي مش خاطر هما قالوا لي في العدد اللي من بنزرت، احساسي زاد يقول لي هكا وحدي راه وحدي اللي انت اربعينيه هكا نتاع 46 48 قديش زعما 47. هاي شويه برك اللي جبتها ومن مخي زاد. شو تعمل في الدنيا لطيفه شويه؟ والله نخدم في معمل. سافا الامور؟ الحمد لله. لطيفة موضوعنا لليوم، أول مرة تدخل معنا لطيفة يا ذولي. أول مرة ندخل معاكم. أما ديما معانا نسمع فيكم معانا بقلبك. يعجبني برنامجك برشا. يعجبك برنامجي ولا تعجبك EFM؟ EFM وكيف خاصة برنامجك، خاصة يعني برنامجي من الاخر. كان نهزوا الراديو اخرى تقعد تتبعني ولا تقعد تتبع في EFM شي حطوا بلاستي نتبع صحي تذكى الشريب عين. ما احنا نكملوا العامين هذوما بعد واحد يعمل اسم ويقطع ديما كيك يعملوا في الراديو ان شاء الله يخلصونا. حسير لطيفة، شكون الشخص اللي تفرقته وما نسيتوش؟ أنا عمري 47 سنة، ما كان ليش النصيب باش نجيب صغير. أنت تزوجت دونك وما جبتش صغار؟ عندي 16 سنة معرفة. باه أنت وزوجك ما نبش عليكم ربي بصغير. ما نبش علي علينا ربي بصغير. حبيت أنا لبنية بحكم اللي تبني حرام. طبعا حبيت نتكفل ببنية، وفعلا عملت إجراءات الكل وخذيت بنية من نابل وسميتها أمل. الأمل اسم أمل، هو الدنيا هو الحياة هو كل شيء. لكن العالب هل كان أملا موهوما؟ نعم. أمها تراجعت ولا غالب بعد ما أنت اخترت أنك تكفلها أمها تراجعت. كانت معي عام سي بون، يعني جاتك وقديت الأمور الكل القانونية. عملت الأمور الكل القانونية وجاو وشافوا الدار وجبتها، وكان أكبر فرحة في حياتي وقت اللي جبتها كالبنية.
جدا. هي الفرحة هذه عمرها ما تتعود لي في حياتي. عمرها ما تتعود. فرحة أمل ما تتعودش. ما تتعودش. انت حرمك ربي قدر انك ما تجيبش صغار لمدة 16 سنة. يا 16 سنة فقررت انت بما انه تبني حرام، وهذا حتى تذكر في القرآن، ادعوهم لآبائهم سورة الأحزاب، فاخترت انك تكفل صغير. هي الآية الكاملة، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، صدق الله العظيم. فقررت أنك تكفل صغير، كفلت طفلة اسمها، اخترت لها اسم أمل. أمل حتى تكون هي الأمل متاع العيشة، أمل متاع الحياة، يعطيني الأمل. أنا على فكرة فقدت أمي، فقدت بابا، فقدت أختي، قلت هذاكم يعني هذا ربي، هذا ربي سبحانه وتعالى، ربي هز الحمد لله. الفرق الحياة أصعب. أملك قررت تكفلها، منين جبتها؟ نابل. من نابل أي وين كانت؟ في أي مكان هي كي أنت هزي؟ رعاية الطفولة، مركز رعاية الطفولة متاع نابل. باهي، هزيت روحك في مركز رعاية الطفولة متاع نابل، وهزيت معاك الطفلة هذه اللي بلاش نسب. لقيتها باسم امها. باسم امها. ايه باسم امها، وسميتها امل. الامل هذا قديش قعد حي هكا يشعل موجود؟ 10 شهور. قبلتها انا بنت شهري، سيبتها بنت عام. ايه وقت اللي مت حتى ما تتحركش، يعني خليتها صغيرة بالكل. بدأت تقعد، بدأت تحدي، بدأت بشوية وتمشي، بدأت تنطق بشوية بشوية، تقول بابا ماما هكاكا، يعني كي تخزر لها الحياة قدامي. الدنيا بعد ما كانت كحلة قلت محلاها، ولا خضرة قديمي، ولا للأسف. بعد بعام، بعد بعشرة شهور أمها اتصلت بيك، واتصلوا بيك من نابل، قالوا لك رأي أمها، قالوا لك جاك تليفون بعد 10 شهور. بعد 10 شهور قالوا لك رأي أمها تحب تسترجع الطفلة. ايه حكيت بالضبط. وانتي ما تنجمش ترفض؟ ما نجمش نرفض، لا روحانيا ولا قانونيا ولا دينيا. من نجمش نرفض. مش شريت الكل، اصبحت مجبورة انك تتخلى على الامل متاعك. يمكن قلت انت قبليك تحكي، قلت حبيتها اكثر من الله. انا هكاك صار لي، هذيك حبيتها برشا 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 برشا، ما نجمش توصف لك كده حبيت. انت زادة تتبنى الفكرة اللي انا قلتها قبل، حبيت شخص اكثر من الله، فالله اختار انه يبعد علي الشخص ذاك حتى ما ننساش ربي، حتى نقعد مع الله. احلى ذكرى تتفكرها مع امل؟ شوش نحكي لك. اخترتوا لها انتم تاريخ ولاده ولا معلوم تاريخ ولادتها؟ مولودة. ايوه عندها تاريخ ولاده، عندها 21 مولود عام 2021. اي احلى ذكرى، احلى ذكرى مع امل هر عيد ميلادها. خلطت العيد ميلادها انت؟ يا ايه عملت لها عيد ميلاد، وعملت لها الكاسو، استدعيت كيس صغار اللي في الحومه، وصورت البرطابل وشتيح وصغاريته، وعبارة دار فرح وجو كذا، وناس داخلة وناس خارجة، وأمل محفلة الدنيا. ايه هي عبارة أكثر من هذا الشيء. أنا وبديت أنا في هالشيء ما فرحتش كما الفرحة ذيك، والله
والله والله العظيم والله. وبديت تتعلق بأمل تعلق شديد. أنا من نهار الأول تعلقت بها. يقول يمكن اليوم أي كامل كامل بديت تكبر صراحني قد بديت تكبر قد أنا متعلق بها قد قد ضحكتها ما نعرفش يعني مشيتها قد ما نعرفش وكل قد نحل عيني الصباح ونلقاها قدامي قلبي يعمل هكا بالفرحة ما عرفش فرحة كبيرة تشدني الحمد لله الحمد لله وصلت لطبيب نفساني أنا مشيت لطبيب نفساني بسبب الفراق مع أمل قلت للطبيب راهو الأمل ما عادش عندي إيش قال لك؟ الأمل في ربي سبحانه وتعالى قدامي كومنتير لطيفة من آية آية شهدورة تعلق الفاني بالفاني يفنيه وتعلق الفاني بالباقي يبقيه على القوس اللي حليناه احنا بخصوص انه تعلقك الكبير بأمل ايش قال لك الطبيب النفساني اللي خلي الأمل في ربي الأمل في الخالق مش في المخلوق بالباقي وليس وليس بالفاني هكا ولا ايه ربي الباقي امل باقي الكل امل باقي الكل فاني باس قالوا هيلك الجمله هذه باس قالوا هيلك الجمله هذه كان جات من صلبك راك ما حبيتهاش هك قالت لك الجمله هذه على امل ايه ايه كيفاش تتعلق بوحدة ماهيش بنتك كيفاش تطرد على خاطر وحدة ماهيش بنتك كيفاش العبيد ياسر الله غالب انا محرومة من الحاجة هذي عندي قديش وقت اللي جاتني ياسر تعلقت بها ياسر حبيتها ياسر ما جابش نوصف لك ما جابش تو عمرها 3 سنين امل عمرها 3 سنين مريتهاش من اللي مشيت ما حاولتش مع امها انك تقعد في وصال معاها حتى مره بعد قديش لا هزتها وخرجت هزتها بتعسف يعني لا مش بتعسف ما قلت لي سامحني الله غالب سؤالها والله حلو برشا كيفاش ما جاش البالي انا من نادي في الكومنتريات ما خممتش تعاود ما خممتش تعاود تكفل صغير اخر رغم مرارة التجربة الاولى نوعا ما لا حتى راجلي ما حبش قال لك يزي من التعلق اللي قد على فكرة هو طلع له الدم وشوية لك اللط مهارتها وصار فينا عزيز في هذا الكل انت متوحش انت لطيفة متوحشتها ونعرف ما ينجم يصبرك حتى شيء لكن بالك الحديث هذا يصبرك كان تسمعه من عنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد الساعدي أنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا وأشار للسبابة وللوسطى لصوابعه يعني لاصقين بعضهم انا وكيف اليتيم هكا لاصقين ما يبعدنا حتى حد ما يحلحزنا حتى حد وانتي كفلت يتيم في وقت ما حتى ولو هزوه من بعد فان شاء الله الحديث هذا انتي فيه نتصور يفرح هكا ولا ايه بتبيع يرتح يرتح الإنسان في الجنة هكذا ما خيرش إن شاء الله ربي يعطيك القوة لطيفة ربي ديما يعطيك يملأ قلبك إن شاء الله بالفرحة والسرور وإن شاء الله احنا هنا برشا ما شاء الله نتبعوا ونتفرجوا ونتبعوا كلام القلب ويا فام
ان شاء الله ربي يرزقك ذرية صالحة. عايش خويا عايش. رحمة الله واسعة. سيدنا ابراهيم سنين الله يستنى. بعد سبحان الله اسماعيل يعقوب سبحان الله سبحان الله هكا ولا سيدنا زكريا سنين الله وهو يستنى. سنين الله وهو يستنى في سورة مريم عن قد بلغت من الكبر عتية. ورغم هذا ربي رزقه بطفل لم نجعل له من قبل سمية يحيى. وحتى يحيى أصبح نبي سيدنا يحيى. فإن شاء الله يا لطيفة أنت في الجنة إن شاء الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله يكون قدرك من بعض أقدار الأنبياء هذوما يرزقك ربي بالذرية الصالحة بعد انتظار إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك شكرا لك لطيفة اللي شاركتنا القصة المختلفة. تصورش بتجينا حاجة من هكا في تفارقته لكنك تفتقده تتوحشه. مادام حالين الموضوع ذا مسالش خنعتيه تفاصيل على بين الكفالة وبين التبني. الكفالة قناعتيه تفاصيل على الكفالة والتبني مادام حالين الموضوع. الكفالة تكون لطفل معلوم النسب أو مجهول النسب تربيه دون أن تنسبه ليك. يعني ما يوليش باسمك أنا طارق حناشي ما يوليش حب نسميه أنا زياد ولدي ما يوليش زياد الحناشي كان كفلت يقعد زياد هكاك. هذا جائز طبعا شرعا وحلالا وفيه أجر عظيم كفالة يتيم. أما التبني خاطر فما شكون يقول لك تي ليه وتبني وشنيا فيه تبني ربي قال لي داش أي وتبني وطفل صغير كفالة ويقعد بلاش لقب ربي قال لي وتو نجيك علاش قال لي بداش تزيدك كوحدك. أما التبني أي أن ينسب الإنسان لطفل أن ينسب الإنسان الطفل لنفسه فهذا لا يجوز. ما عنديش الحق نسميه زياد الحناش يقعد زيادك ما عنديش الحق شنو يزيدوكم. هذه مهمة طبعا. الصحابي الوحيد اليوم مذكور في القرآن هاي مكتوبة قديم باش نقراها بالضبط كما هي باش ما نغلطش فيها. اللي صار باش تذكر الصحابي هذا في موضوع التبني وهو زيد بن حارثة. فإن الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن هو زيد بن حارثة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه وبعد زوجه بنت عمه زينب ثم تزوجها بعده زينب الرسول صلى الله عليه وسلم إبطالا لقاعدة التبني في الجاهلية. يقول الله تعالى في سورة الأحزاب 37 فلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن التبيب ليس دا المخرج خطر باش نقراو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا. الأحزاب 37 وكيف كيف الأحزاب الآية 5 أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله صدق الله العظيم. إن شاء الله مادام حالين الموضوع هاوك اعطيناه كامل بكل تفاصيله وهاوك عادة في الكومنتات قولوا لي كي نتطرق هكا الموضوع هل نعطيه حقه ونعطي التفاصيل الكل ولا نبلفط فيكم كما يعمل العجيمي في انفيلات. قولوا لي برجوا لي كان بلفطكم فيه قولوا لي راني بلفطكم كان اعطيناه حقه قولوا لي طارق راك اعطيته حقه. نحب شكون يشكرني شكون يمدحني ما نكمل كان بالشكر ما نكمل كان بالمدح. انا كل حصه من جهه كان يكلمني مدير البرمجه نتاعنا يقول لي برافو طارق صحيت طارق ما كانش ما نعاودش تجي الحصه اللي بعد اشكروني يا خوي اشكروني. اي سيدي يا شهدولة تقول يحب يسميه زياد يا على بالله سيدة المخرجة عملت لنا كومنتير صحيح نعطيوها بليكو مش قوي اما صحيح بحذنا هايفة متاع الاخبار ديما كيجي كومنتير حلو نعملوه بليكو. اي اش قالت
طارق يحب يسمي ولده زياد. علاش؟ علاش ما جات البال حد؟ هي جات كان البال ايه؟ قالت لك يحب يسميه زياد باش يولي طارق بن زياد. قالت لك باش يقلب ما عادش طارق بن زياد يولي زياد بن طارق. يا 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 شنو هذا يا ايه؟ شنو الفكره اللي ما جات حتى شيء هذه اللي عديتها لنا؟ ميرسي ايه، ميرسي ايه. حبي سمي زياد باش يقلب طارق بن زياد تولي زياد بن طارق. حلو سامباتيك سامباتيك. حبيبه تقول بالعكس برافو طارق ربي يبارك لك ما بلفطناش. انور مجري يقول الايه الصحيحه ما قلتهاش، قول لي عليها انور خلينا نقولوها. قول لي الايه تقصد الايه اللي تحكي بالضبط قلنا عليها خلينا نجبدوها. خليل طارق معلم، ياسمين برافو طارق حبيبي يقول تحيه الاخت. ايه بالله انور قول لنا الايه اللي انا ما قلتهاش خلينا نذكروها باش نكملوا الموضوع الكل نتاعنا يكون باهي، حتى نخلطوها بعد ما يسالش باش كي كان هبط فيديو ولا حاجه تكون المعلومه كامله. نسرين تقول عسلامة أعملوا غدوة موضوع تراي في الباك. باهي الفكرة. أما فهم متابعة لينا تعدي في الباك قالت لي يا طارق بالله بالله ما تحكيش للباك، ما تحكيش على الباك لين نكمل الريفز. راني مانيش ناقصة راني متوترة. فنعدي لهم هالأيامات هذوم. حبيب بن صالح كيف يخطئ طارق وهو ملك الميكروفون؟ لا يا حبيب ما قالش أخطأ على أنور، قال فما آية ما قلناهاش. أنور ماجري يقول ما كان يعني الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نثبت فيها أنور كانها بالضبط المعنى متاحها في موضوعنا تو في الفاصل. نرجع ونزيدوها كما هي. موصلين معكم حتى رح يجي تعليل في كلام القلب موضوعنا اليوم. فمش فاصل فمش فاصل سيد المخرج جوش نذكر بالنور وما تخافش، خاطر المخرج متاعنا تحكي مع هيف اللي هي متاع الأخبار وهم يقروا بعضهم زوز تويتي فيحلوا هدرة كينا نقل نعيط هكا نطلع الصوت في بالها باش نخرج بيب فهي تدخل بعضها فهمت، لكن هي ما تدخلش بعضها خاطر متمكنه من عمل الابداع فهمت. قلت هكا خاطر ثبتني في الاوف. كلام خل مواصلين في موضوعنا تفارقتوا وما نسيتوش. خلينا نرتاح شويه حسيت روحي تكلمت برشا. تفارقتوا وما نسيتوش، شكون هو اللي تفارقت معاه وما نسيتوش؟ نسمعك على الرقم 31 380 ألف 31 380 ألف. معنا سي كمال اهلا وسهلا. لا سي طارق يا خويا نموت عليك. شنو؟ نموت عليك بغير ما نعرفك سيدي، نعرفك من الجهة نتاعنا أنا. أي. أنا تحمل نقول نشير عليا اللي في المروج ولا وين ولا في الشوشة. أنا شو شراد؟ ولا وين؟ ماذا بيا نتعرف عليك؟ يا خويا عندك بروجرام يفتح ساعة خويا خمسة وخمسة عليك، أنا وين تمشي أنت؟ أنا نتبعك. سي كمال. هبط. علاش تحب تتعرف عليا؟ علاش خاطر خويا طبيعتك مبنية، صوتك مبنية، وأسئلتك مبنية، أشياء غريبة عندك، ولا فريمون يعطيك الصحة، فريمون ذكرتني في صغري أنت. في صغرك؟ إي. شنو؟ والله ذكرتني في صغري، تعرف اللي عمري أنا توا؟ إي. 67 معرس؟ معرس؟ معرف انا علاش تو انا في بيتي قلبي مذكر في المراه نتاعي عندها 4 سنين من اللي كنت فيه. اي الله يرحمها الله يرحمها ان شاء الله. الله يرحمها هذيك اللي عباره امي عباره بابا عباره اللي عملت معايا من جد شيخ اخرى بعد هذه الساعه تو عندي 4 سنين من نفس الاستغواء وبني بيزنس تو ودعنا السهي من الانتجريش من عبارة أمي ولا بابا لا نسيتهاش من مخ جميل. زوجتك ملي توفيت ما نسيتهاش هذي ساعة. اي سي كمال فما حسه كي قاعد يوصل لنا من علاش حاط الكيت حاطه بار شغلك الراديو شغلك الراديو حال الراديو انت انا نسمعك ودي كل ليله ودي كل ليله نسد البيت ونقعد انا وياك والراديو وانا وياك والراديو كل ليله انا سكرت الراديو. اي سكرنا الراديو ماكش بالكيت تحكي معانا ماكش بالكيت ها؟ عندي جوز ولاد جبت منها. لا ماناش نسمعوا فيك هكا سي كمال. قلت لك عندي جوز ولاد جبت منها. باهي جبت منها جوز ولاد وهي توفيت عندها؟ 4 سنين. 4 سنين ورغم انه من 2020 غادرتنا وان شاء الله تكون من اهل الجنه. 2019 3 اوت 2019 يعني 6 شهور ونعملوا بريسك 5 سنين.
وتوا ما فيك عبارة أمي عبارة أختي عبارة بابا عبارة مش اللي نحكي لك عليها لو أي شيء منعجب أنا ما نطلب على ربي تكمل لي 6 سنين ماذا بيا توفى نموت إحنا حطوني في القبر معها صدقني ما عنديش حتى شيء بحيث عيش المحل أنا نبدأ طوى في البيت ندخل بريحة بيتي نحب الربيع نستنى كلبي نقعد نستنى في كلبي التسعة نبدأ نلوج عليها هذا إيه الثامن وين وين حتى نحب تارك نسمع نقل شيخي ومن بعد نرقد أحتاج تسمعني وترقد هكا أخويتي 5 أخوة سعيدة عندك لقبول ومحبة الرسول الله يبارك لك يا سي كمان شزلك أنا سؤال هكا أخير وجميل شنو أكثر ذكرى تتفكرها مع المرحومة؟ وقت اللي بعثتها مشيت عملت عمرة بعثتها عملت عمرة أي وقت إيش كنت تفكر؟ بعد هي بعثتني نعمل عمرة وهي زادة بعثتك تعمل عمرة وبعد هي بعثتني نعمل عمرة أنا نخدم كنت في فرماسي أي تسمع فيا في كنت نخدم 45 سنة غبيت نخدم حلو بحال تحكي زركاب من المجزة دونك أحلى ذكرى أنك بعثتها عمرة وبعثتك عمرة هي بعثتني عمرة أنا نحكي على المصروف أي. وهي تحفتني وتخبي تحفتني وتخبي روح في الليل أنا من خدمة من قطع من زنابريك ولا سلاطة ولا برود ولا حاجة نسكت أنا كل نحكي المصروف أنا كنت عملي نسكت على روح فرقة في أي حد في الباسبور بتاعي عندك فكرة فرضا انت عندها تليفون كانت المرحومه اي زاويت كانت سوق كانت حافظه مازلت مش هو حافظ كنت قبل ننساهاش اللي نموت كل حافظ وكنت كل نتكلم وقت يختار 6 سنين كان نموت مش نتكلم في وسط قبل البحر خاطر ما يتعلق قبل كان بعد 6 سنين خد هاك خلص فرضاً طلبت نمروها وجيتك كل كان تعرفها أكل ميساج ري فوكال يقول لك أترك رسالة صوتية خاطر التليفون مسكر تعرف إيش عرفتها لا 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 عمر جميل لا ما مفتزم لأن دير عندي دبل بيش في التليفون بتاعي ليه عاد أنت طلبت نمروها توا وقال لك خلي رسالة صوتية شنو الرسالة تحب تخليها في التليفون متاعها تي لا هي نقول له أنا مانيش نفيد جيت كلام فيني جوز كلام ماك شنو ما ننساهاش حتى كلام فيني حتى اللي نموت مانيش مانيش ناسيك جوز كلام فيني هكاك قداش العمر سي كمال 69 ما شاء الله عليك قداش فرحتنا وقداش هكا وصلت لنا جمال الحب وبنة الحب وصلت لنا اللي حكى عليه المولى في القرآن المودة والرحمة اللي في العرس الحمد لله تود وتراحم ووصلت هنا الحمد لله جابوا لي زوا عندي جابت لي زوز وليدات ما شاء الله عليهم اما يقولوا لي سي كمال ناوي يتعرس بعدها لا 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 والله كيف يجيبوا لي اليزابيث تايلور انا اخوه اليزابيث تايلور لا اللي تصوروا في مخك انت شكون مونيكا بيلوتشي هو اللي خلق سيدنا محمد وفي هي اكثر من هي باهي خمسي أسرع في خمسي جماعة عندي واحد اسمه الروز صار كامرو يقول لي خذ برا خذ برا يودي قتله ولا كديني شكون شكون ما نخوش نحام المخصص باهي درة زروق ما ويش درة زروق وانا كنجيب لي ليلى علوي ليلى علوي هاي لا ليلى علوي لا ليلى علوي لا 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 سعيد هذا هي رو تحل كامل أشياء غريبة غريبة بابا شاه عنده صوريته شوية فيها كحنة كله نحيها خلنا نقتل هنا يبدأ يتعارك معه كله له يقول لها ماشي يبدأ نحيها في صوريته مش تغسلها كل يوم تغسل قتلوا انت تخرج تمشي بحدها
صحابك يقولوا اه هاوكا هذيك ماسكه كمال وبزر تلبسني منور. ان شاء الله ربي يرزق كل الخير سي كمال. شكرا ليك اللي شاركتنا القصة هذه، رغم انه الصوت مش ممتع جدا، يمكن حتى في لحظات ما تسمعتش، لكن اول مرة الصوت ما يكونش ممتاز. اما في الكومنتات ما يكتبوليش يا ترى قرأوا الصوت مش باه، معناها يتلفوا على خاطر تعبيرك وصدقك محلاه، خاطر سمعنا برشا قصص حتى في وقت ما كلمنا نسيت هذولي سي محمد الفيديو اللي دارت اللي فرقته المرأة وكان سعيد بفريقه لأنه قال لي ما عشناش برشا سعادة حاسة كانت غام عليا. اليوم سي كمالك أعطانا روح محلاها، لأن ديما نقول راه الحب فما ومازال والعرس فما وباهي ومازال، يعني ما نتبعوش نفدلكوا ساعات، لأنه ماك تعرف الفشل في العلاقات يصنع مواقف طريفة ومضحكة، هذا في الكوميديا هكا فهمت، يعني الفشل متاع القصة يضحك الآخرين فهمت. لكن إذا نحكيه تو بالجد راهو العرس جميل وجيد وباهي وناس متهنية وعاملة جو وفما شكون اختاروا بعضهم شيخين، أما على الوالدين اللي فرقوا بين صغار يحبوا بعضهم هاوكا كلمنا قبيلة صديقنا أمين ريتو وين العواقب. موصل معاكم حتى لحداش تعليل في كلام القلب. أنور الماجر يقعد ها وباش نكملوها الآية اللي قلت لي عليها وطلع عندك الحق. فاصل قصير راجعين معاكم بعد شوية. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. العشرة وتسعة واربعين دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب موصين حتى للحداش متاع الليل. أنور الماجري ذكرنا زادة في نفس الموضوع في الموضوع هذا فهم آية أخرى في الآية 40 من سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. علاش هبطت الآية هذه؟ علاش هبطت الآية هذيها وعنا التفسير الآية هذية الآية هذية هاي. فأذهب الله هذي التفسير متاع الآية، فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم، وأعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. هذي دونك اللي حب ربي يوصل به بالآية هذي، ولم يكن له ولد، وحتى الأبناء اللي جاءوا توفوا اللي هما إبراهيم والقاسم، فالأبناء حتى اللي رزق بهم ربي رسول صلى الله عليه وسلم لم يدوموا في الحياة هذية، والحكمة معينة طبعا كانت من عند الله. هذية دونك باش كملنا الموضوع متاع التبني عطيناه كامل تقريبا، ويرحم والدي أنور اللي فكرنا بالآية واللي ثبتنا فيها، فلقينا اللي هي هبطت طبعا بعد ما الناس قالوا وقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة اللي كان زوجها لزيد بن حارثة، قالوا تزوج زوجة ابنه، فمن وقتها التبني هذايا وفاعلي، وثم هبطت الآيات وخلطنا بعض من الأحاديث اللي وصلوا لنا أنه الكفالة أي لكن التبني لا، ما تعطيهش اسمك يا أخوي. أي عنا تليفون حاضر سيدة المخرجة، موصين معكم حتى اللحدة شم تعليل. معنا عادل اللي كنا يا عادل يا عادل يا عادل مرحبا. تصور من اول الحصه عيطت قلت عادل استنيت من بعد كاني معناها التوقعات نتبع فيك فصبر جميل وصح عليا سي طارق تعرف عليها وبرجوليه في صحه انور هذايا اللي كمل خاطر موضوع باهي باهي. شوف قداش من واحد متبع وهو متبع وزاد معناها اعطانا دعم هو، خاطر انت قلت الايه الاولى صحيحه أما اللي أعطاها هو زيادة أي زيادة زيادة الإضافة برجو لي يعطيه الصح. لا والباهي في أنور خطر ساعات بعد التعليق شي يكتب لك تو هذه الآية اللي جايبها تحكي على التبني ونسيت الحكاية الصحيحة. لا أنور متابع معنا وفي وقال يا طارق راك نسيت الآية اللي هي بها الفايدة والحمد لله كملناها ويعطيك الصحة هو معناها البرنامج ملك الناس الكل وناس الكل برافو 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 شكرا لك يا عادل في سفارك اخويا تستاهل الشكر انت برجولي ها اللي قلت لكم قبيله اشكروني يا اخوي انا فهمت صاحبي كبتيت يا سيدي عادل دونك فصبر جميل بديت معانا في بالنا اول تليفون لكن هنا خذيناك في الخواتيم وباهي الخواتيم ساعات تكون هي الاجمل. منين تكلم فينا عادل ساعه
انا نكلم فيك من لوطوروت، ما نعرف شوين في لوطوروت حاسيلو فت فت سوسه برشا قاعد تسوق عاد ولا لا؟ تكيت على اليمين و خاطر ما عنديش الحق ناخذك وانت تسوق. لا تكيت على اليمين، هاي راك على الكهرباء هيك يعاقبونا. الحل الوحيد باش ناخذك وانت تسوق التلف وتقول لي لا مانيش نسوق. لا لا بالحق انا من السوق بنحل الباب ويعمل الحس نتاعو، معناها لي انا مانيش نسوق خوك بيه. عادل قديش العمر لو تسمح؟ العمر 48 سنة. 48 سنة. شكون يا عادل، عندنا 7 دقائق قبل الأخبار، شكون يا عادل تفارقته وما نسيتوش، ما مشيش من الذاكرة متاع عادل؟ ما مشيش من الذاكرة متاعي صاحبي، صاحبي برشا برشا برشا. تعشرنا من 2008 حتى 2019. صاحبي هذايا معناها مصري، هو مش تونسي، يعيش في تونس. هو صاحب، هو صاحب حضرتك. ايوه صاحب حضرتي الباشا، يقولوا الباشا. وفريمون انا معناها صحبت على المصري، كيفاش يكلم المصري، اللي نعلمني المصري وعلمني امثال بالمصري. وهو كان لي كيما لطاران نتاعي انا، فهمتني؟ انا خاطر الوالد بعيد عليا، دونك هو كان لك الاب الروحي. الأب الروحي يعطيك الصحة، حسيله مو حسيله وحبيته أنا والحب معناها نتاع في شخص هو ما يش يسمع فيا وبعيد عليا، وأنا فقدته معناها، فقدته اللي أنا معناها مش صارنا كاها نتاع الكورونا هذه، وأنا في بلاد وهو في بلاد، والتي صار ما فماش، وهو ما عندوش الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، ما عندوش، عنده تليفون قديم، نومر قديم، موفير نومر ذاك ما عادش نتحصل عليه. أوكي. ولو اني نسعى اللي هو في مصر، قلت بالك شي كي نمشي مصر ولا نمشي لوج عليه، خاطر في كفر الشيخ معروف هو. وكذا بالك نلقاه ويقعد ديما صاحبي، هذا اذا كان هو مازال موجود على قيد الحياه. هو اسمه ايه؟ اسمه ايهاب. ايهاب. ايهاب مرسي. من كفر الشيخ. من كفر الشيخ. ايه اللي خلى الصحبه دي تبقى ما بتتنسيش؟ يا عادل ما تتنسيش، على خاطر انا كنت في يوم من الايام، في ايامات قبل الثوره كان التوريزم ماشي باهي، وانا كنت ماتر في سال ديتيل معناها، وهو يجي يسهر بحذانا وانا نعمل له كل الضيافه الباهيه، فهمتني؟ عاد يعمل لي في جيستوات ودنيا، وهو سخي جدا جدا جدا، فهمتني؟ لكن وكان كان يعمل في خدمه وباتصال منك العائله الكذا وشيء، احنا نقولوا في مصر كان جدع قوي، كان جدع وكان باشا، زاد باشا جدع وباشا. تقصد ايه بباشا؟ باشا معناه غني، معناه عنده نقود، فهمتني؟ الباشا هم يقولوا الباشا معناه راهو كل يفعل مش اللي يجي باشا. دونك هو كان قبل العائله يعرفوه ويخدم لهم بالخدمات نتاعهم، دونك يجي يسهر معناها أبه وكذا وانا نفرح به، هذا معناه كحريف هو معايا. من بعدك صارت مشكله الثوره. صارت مشكله الثوره، جات الثوره بقى، جات الثوره، جات الثوره ومر السيسي قال خرب بيتي في الثوره يا عادل، قال خاطر كسروا له المنشآت نتاعه والدنيا وكذا، عنده مجازنات دخلوا كسروها و و و و. انا في فقدت الخدمه نتاعي، كيف فقدت الخدمه نتاعي مشيت للدار بحذايا، فرحت به معناها ضيافه عنده كذا، قال لي اقعد بحذايا، قاعد بحذايا انت ما تخدم لا شيء. قعدت كان لي نساعد فيه واصحاب والدنيا بشويه، اللي تعرف في الثوره مسكر الدنيا واحد، وقاعدين انا وياه في الابورتمون معناها هو يطيب ويصنف وكذا، واصحاب يجيو برشا اصحاب، تعرف مادام انسان سخي هو يمشي لاي بلاصه يعطي البقشيش وكل حكايه هذيك، ومشيخ الناس يمشيش حتى يعمل في صالون صالون دو تي، يقعد عدوله في السيرفرات عدوله. وي باش يا حبيبي، من امتى ما شفتش، ما شفتش من لبناني هذا، من امتى ما شفتش صاحبك ايهاب؟ والله من ايامات الكورونا، انا في الكورونا سافرت للخليج، تحصرت في الخليج غادي ما تنجمش ترجع، وهو مرض في مرض نقل، كي مشيت نسال عليه قالوا مرض، قالوا روح ما نعرفش روح، خاطر مشى لكلينيك هو، يعني انت مش عارف، انت مش عارف ايهاب حي ولا ميت. ايوه. هو عمره قد ايه؟
عمره في 65 هو كاكا في ال... هو انا وقت اللي عرفته هو في 55 او معناها زيد 10 سنين كاكا و... دلوقتي 65 65 ايوه عاد عرفته عاد باش عاونته حب وحده تونسي قلت له انت روح في مصر انت قعدت وكبشت في 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 تونس اش ما عجبك في تونس قال لي ليه انا عنده ولاده عنده معناها فدادين ولا الفدان ولا يسموها مزيكا غاديكا مش هيخلوا بنتخنق بنتخنق في بلدنا ف ايوه ف... قال لك هنا فبنحب نروح تونس قصه حب هنا واحده ايوه حبها برشا وعذبته برشا مسكين رحاب بتقول لك هو انت ما سمعتش عليه ولا خبر من من الكورونا ولا خبر كورونا وانا سالت عليه ولوجت عليه قلت لك في الفيسبوك والواحد حاولت باش نلوج ولا خبر ما نجمتش ما عنديش نمره مصري عندي زوج نمر بتاع توين فسكرين به لو 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 حبيبنا ايهاب يسمعك أيوة دلوقتي من كرم الشيخ من الدقي من اسكندريه هو لا قلت لك من كفر الشيخ هو كفر الشيخ اي يعني بلكي 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 لبني فرضا يعني بيسمعك هو دلوقتي من كرم الشيخ من الزمالك من القاهرة بتقول له ايه اقول له ايه اقول له ايه اقول له ايه اقول له ايه يا حبيبي راك خليت صاحبك وحده راني متاحشك برشا والله العظيم نحبه بالكده انا فديته انا خبى عندي فلوس وجاي يلقى المبلغ هذاك هو انا عمل برشا كدوات لولادي كي طاحت بيا قام معايا وهو اللي خلاني طول لاباس بيا الحمد لله يا ربي كان لي فضل والفضل الماديات طويت نسيت هو مش يسمع فيا لكن اللي عامله معايا والله حتى في برشا حاجات انا عندي الاندفاعيه هو ياسر كالم ساعات واحد نقول له غير يذكرنا هذا باش يعمل لك هكا يقول لي عاد تدل قرشك ولا تدل نفسك أيوه. قلت له اش معناه؟ قال لي بول عليها حاجاك ال 5000 ولا سامحنا في الكلمه والا نقعد نقعد نكسر في راسي معاه عادل عادل هي البلاصه فما بلاصه اسمها كرم الشيخ كما تقول انت ولا شرم الشيخ لا في في مش شرم الشيخ كفر كفر الشيخ كفر الشيخ كفر الشيخ شرم الشيخ هذه كيما الحمامات اي اي هو من كفر الشيخ هو واسمه محا واسمه ايهاب محمد مرسي يلا اسمه شكرا ليك عادل ها وكان يتبع فينا ان شاء الله ايهاب يا ايهاب راك صاحبي بارك الله فيك اللي عملته معايا وانا نقعد نحبك ايهاب شنو هو الاسم الكل؟ باش نقول لك الحب الحقيقي معناها حب مفارقته وان شاء الله نقابله وميرسي على البرنامج نتاعكم وحبيت حاجه اخرى باش نقولها لك بربي فما الاخ ايمن اللي شارك معنا هو قمه في الحب وقمه في الله حب امين فريمون كانسان دخلني بعضي انا ذاك يعني دخلت بعضك شويه يا ولدي من الاكستريم للاكستريم شنو اسمه الكامل عادل شنو اسمه الكامل اسمه ايهاب محمد مرسي ايهاب محمد مرسي من كفر الشيخ سلمان الاسعد يقول لنا كفر الشيخ تبع المنصوره لو سمعتنا كلمنا عشان نتقابل انت وانا وايهاب ولا كشري وكل الحاجات دي شكرا لكم كل الناس اللي تابعتونا في الحلقه ديت في حلقه كلام القلب لليوم سماح شروب اللي عملت لنا برشا كومنتات قول حتينا تونسي نعرف نحكي بالمصري نسلم عليك سماح وكل الناس خليل بالله طارق نحب نقدم تحيه لسبيطار الرابطه تحيه لكل سبيطار الرابطه وان شاء الله ربي يشفي كل انسان موجود في المستشفيات التونسيه ويعاني من بعض الامراض شكرا لكم كل الناس اللي تابعتونا في كلام القلب احنا نتقابلوا الجمعه لا عندنا غدوه زاده مازال غدوه ما حبيتش تشوفها الجمعه غدوه غدوه جو في كلام القلب قلب مفتوح سؤال مفتوح وهاتف مفتوح نتقابل غدوه في نفس التوقيت كنت معنا عزة تويتي في الاخراج ملك معلاوي في الاعداد وامر رابح في الاف ام تي في ياسمين التردي في الويب نتقابل غدوه في نفس التوقيت تصبحون على محبه